حول هذه الحصيلة الكبيرة من الضحايا. أيضا معنا من مدينة ميربور خاص بإقليم السند مفدنا درويش الطويل. درويش، ما مشاهداتك إلى الآن؟ كيف تبدو المساعدات المقدمة للباكستانيين خصوصا من الدول الرئيسية؟ يعني رأينا مساعدات من دولة الإمارات، المملكة العربية السعودية، من الولايات المتحدة ودول عديدة أخرى أيضا. ماجد، المشهد هنا بالفعل يتأزم يوما بعد يوم. لو يرصد لنا الزميل هنا في هذا المشهد، نشاهد العديد من الخيم التي نصبتها، طبعا البعض منها نصبتها دولة الإمارات العربية المتحدة لإيواء المتضررين من هذه السيول والفيضانات. على الجهة الأخرى أيضا ماجد، لو يرصد لنا الزميل، طبعا هناك منازل دمرت بالكامل، وطبعا هذه ماجد هي السيول والفيضانات التي وصلت إلى المنازل، وبالتالي عدد كبير جدا من هؤلاء يتواجدون على هذه الأرصفة، منها خيم طبعا بدائية تم صنعها من قبل هؤلاء، وأيضا هم ينتظرون المساعدات الغذائية. الهلال الأحمر الإماراتي قدم مئات من السلع وأيضا الغذائية، وبالتالي السلع الغذائية، وبالتالي لو نشاهد ماجد حجم الدمار كبير جدا، خاصة بالنسبة للمحاصيل الزراعية التي تعد مصدر دخل أساسي لهؤلاء، وبالتالي هؤلاء أيضا يطالبون بمساعدات إضافية سواء من الحكومة الباكستانية أو أيضا من المنظمات الدولية. وبالتالي 33 مليون شخص هنا في باكستان، ثلث مساحة باكستان تضررت من هذه السيول والفيضانات، وبالتالي ماجد الأوضاع جدا صعبة هنا في إقليم السند والمناطق المجاورة لها. طيب درويش، يعني حجم المعاناة الإنسانية كبيرة، لكن هذه ليست أول فيضانات. منذ قرابة 10 سنوات أنا كنت هناك في أيضا خضم هذه المعاناة الإنسانية في فيضانات باكستان، شهدتها أيضا. لكن لماذا لم يكن هناك يعني عمل حكومي مسبق لإيجاد بدائل لإسكان هؤلاء؟ اليوم يعني رأينا دمار النهار والأنهار وعيش هؤلاء في نفس تلك المناطق. هل يتطرق الباكستانيون اليوم لهذه القضية؟ نعم، يتطرقون ماجد بالفعل إلى هذه القضية، القضية الأساسية. الدور الحكومة الباكستانية منذ عقود لم يكن يعني يلقى هنا صدى إيجابيا صراحة من الباكستانيين الذين يعني يطالبون الحكومة الباكستانية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء، وبالتالي هم يطالبون أيضا بأن تكون هناك الخدمات أن تقدم بطريقة أفضل، خاصة مسألة إعادة إعمار الجسور التي دمرت، لأن ماجد هناك يعني نسبة كبيرة من البنية التحتية تضررت بشكل كبير، وهناك صعوبة أيضا بوصول المساعدات إلى هذه المنطقة، تستغرق ما بين حوالي 4 ساعات إلى 5 ساعات حتى تصل من كراتشي إلى هنا، وبالتالي بالفعل الأوضاع صعبة، وهؤلاء يطالبون بمساعدات عاجلة. هذه المساعدات ربما تخفف من وطأة الآثار التي أو الخسائر التي تكبدوها نتيجة هذه السيول والأضرار. هناك ضغط، نعم هناك ضغط على الحكومة الباكستانية لتعويض هؤلاء نتيجة ربما يصفون هذه بإهمال أو يعني تقصير من قبل الحكومات السابقة، الحكومات الباكستانية السابقة، وبالتالي يطالبون بتعويضات، تعويضات ربما تكون مادية أو تعويضات ربما تكون في إعادة إعمار المناطق والبيوت التي تضررت. من مدينة ميربور خاص بإقليم السند مفدنا درويش الطويل، شكرا لك درويش.